جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. عسلي ومرحبا بكم في توب بيوتي على جوهرة اف ام. احنا موجودين في سالون حليم لبنان بيوتي، واليوم باش نحكيو على سوان دي مان كلاسيك. نمشي نشوفو مع بعضنا. اليوم حنحكي على سوان كلاسيك مثل ما قلتي. حنبدأ بالمراحل. أول مرحلة هي كيف ننحي نحن الفيرني القديم لنهيئ لنبدأ أول خطوة كرمال نبدأ نشتغل بالضفر. ترى هوني عفاف عم بتنظف الضوافر، عم تشيل عنهم الفيرني المعمول قبل ليبين عنا إذا في جلدة ميتة، ما في جلدة ميتة، شو في عنا. بعد ما ننظف حيبين عنا الضفر شو لازم نعمله مرحلة مرحلة. بيرجع بيجي مرحلة تليم الضفر. تليم الضفر حتكون باتجاه واحد، يعني بمنحة واحد مثل ما حنشوف بعدين، كرمال ما تعمل مثل المنشار، حتى يكون مستوي، ما يكون في شيء دفو شوائب، حتى ما يعلق بعدين بالتياب ولا بالشعر، فلازم يتليم شوي. ثالث مرحلة اللي هي يكون في زيت سبيسيال للكيتوكول كرمال ينحط على الجلدة قبل ما ينقع، اللي هي بتيجي المرحلة اللي قبل النقع. بعدين حننقع الضوافر بالإيدين، حننقعهم بمي فاترة دافية شوي لتتحل الكيتوكول وترتاح الإيد. هوني بنشوف عفاف عم بتنظف الماتريال قبل ما تستعمله. نبدأ نشيل اون دوا بوسي للكيتوكول الميتة حتى نهيئها لنقدر بالمرحلة الثانية اللي هي جاية بعدين إنه نشيلها بالبانس. الجلد الميتة بدها تنشال بالبانس بعدين. بعد ما نشيلها بالبانس هتيجي المرحلة اللي هي تهيئة للمودلاج، اللي هي نقوله مساج، بنحط برودوي سبيسيال بنعمل فيه مساج بحركة دائرية. فهلأ بهالطريقة عم نحرك نحن السيركيلاسيون بالإيد، أكيد هي بتتحرك على طول، أما باتجاه واحد. هلأ هيك عم نحركها باتجاه الضفر، نلاحظ حركة الدائرية اللي عم بتصير، الحركة الدائرية على الأصبع. بعد ما تنعمل المساج حيكون الايد فيها ماتير جريس، لانه هذا في طبقه دهنيه، فالطبقه الدهنيه حتيجي على الضفر. هون لازمنا نحن نرجع نلمع الضفر وننظفه منيح منيح كرمال نقدر نحط عليه البرودوي اللي حيكون هو البرودوي اللي الباز لنقدر نحط كولوراسيون. هلا عم نحط البرودوي اللي هو شو هو؟ الباز ترانسبارون. هذا الباز ترانسبارون، هذا الباز شو بفيدنا؟ هو بروتيج الضفر. بعد ما نحط الباز بنخليها فترة لتنشف. بعد ما تنشف هون بقى صار فينا نحن نحط اللون اللي بدنا اياه. اكيد هون اختيار المدام شو بتحط، بتحط احمر اخضر اللون اللي بدنا اياه. هون بنشوف كيف عم تنحط الكولوراسيون. بعد ما نحط اللون فينا نحط الزينة. الزينة إذا بدها تحط زينة ولا شيء ستراس، ممكن موديل ولا شيء. إنه هوني بعد اللون حيكون عنا الزينة، منشوف كيف عم نحط الديكوراسيون. بعد دقيقة أو نص منحط التوب كوت. لما نحط التوب كوت بنتخلى ينشف درج، بعدين بتكون خلصت العملية كلها. وهيك أنت تمتعتي بأنامل سحرية بتطبخيله لجوزك البدك يا فيك تعال. ميرسي حليم، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الكونساي تاعك، يعطيكم الصحة اللي تبعتونا. إن شاء الله أستوس اليوم عجبكم، نتلاقاو إن شاء الله الجمعة الجاية مع ديس أستوس جدد في صالون حليم لبنان بيوتي سنتر. وفي الأخر نقول لكم خليكم ديما مزيانين وإن باي باي تشاو. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.